نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والنهاردة 23 سبتمبر ده بيصادف اليوم العالمي للغة الإشارة. اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في نفس تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم سنة 51. الهدف من هذا اليوم هو دعوة الدول لتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم. اليوم 23 من سبتمبر يصادف اليوم العالمي للغة الإشارة الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في نفس تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، والذي يلتزم أعضاؤه بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم. ويوجد حوالي 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة. ولغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح، على الرغم من اختلافها هيكلياً عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنباً إلى جنب. وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.